14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكري، والهدف منه هو التوعية بمخاطر المرض هذا وبأهمية الوقاية منه، على خاطر قد ما نردوا بالنا أكثر قد ما خير، وكل ما نفيقوا به المرض بكري كل ما يكون العلاج أحسن. السكري هو مرض العصر، منتشر في العالم الكل، وفي تونس يعانيوا منه ما يقارب 5 المواطنين، ومن المتوقع زيدة أنه تزيد نسبة المصابين بالسكري ويمكن توصل إلى 27% سنة 2027. وبما أنه ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج، اليوم في سكانير باش نتطرقوا لطرق بسيطة تحمينا من الإصابة بمرض السكري. أول حاجة يلزم نختاروا الماكلة اللي فيها معدل منخفض من الدهون والسعرات الحرارية، ويكون فيها معدل مرتفع من الألياف، ونركزوا على ماكلة الغلة والخضر والحبوب الكاملة. ثاني حاجة، فقدان الوزن الزائد، على خاطر الوزن الزائد يسبب اضطرابات في نسبة الأنسولين ويعيق السيطرة على نسبة السكر في الدم. ثالث حاجة، ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، على خاطر عندها برشا فوائد، من بينها فقدان الوزن، خفض نسبة السكر في الدم، وزيادة حساسيتك للأنسولين، على خاطر تساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي. رابعاً وأهم حاجة، تقصي السكري، ما نخافوش وما نحشموش، ونمشي ونعملوا التقصي والكشف المبكر عن المرض. هذه كانت سكانير لليوم، وإن شاء الله ربي يحميكم ويحفظكم الناس الكل. وما تنسوش، إذا كان عندكم معلومة صحية تحبوا تتأكدوا منها تبعثوا هنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فام، ونحن في دقيقة نجيبولك المعلومة الصحيحة.